الله اكبر. دارس 5/5/2013. أبطال الجيش الحر يقومون بتثبيت القواعد لإطلاقها على مطار دير الزور العسكري. الله أكبر. لواء القعقاع الإسلامي. الله أكبر. الله أكبر. دير الزور 5/5/2013. أبطال لواء القعقاع الإسلامي يجهزون الصاروخ الثاني لإطلاقه على مطار دير الزور العسكري. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر.